استاذ احمد، الانسحاب انا واثق انه هناك انسحاب. انا بالنسبه لي شخصيا اقول لك الانسحاب موجود. يعني اولا هو لا يوجد قوات امريكيه في العراق، يعني انا اقول لك الخبراء الامريكان من يحكون بالنسبه لهم يقول اتس نوت اكزيست. يعني شنو نوت اكزيست؟ هم 2500 واحد وراح اكو قواعد، بس 2500 واحد ما يشكلون قوات مثل افغانستان. احنا شلون نقارن افغانستان بالعراق؟ هناك اكو الاف الجنود وقوات بريه، اكو قوات بريه اكثر من 15,000 جندي امريكي. هذا الشيء ما موجود هناك في افغانستان. هناك قوات عسكريه تسير في الشوارع ويعني تسيطر على مناطق، هذا الشيء غير موجود في العراق. اليوم القوات الامريكيه محجمه داخل معسكرات وعددهم 2500، اذا سووا 2500 شو راح يتغير؟ اكو قوات امنيه، اكو جهاز مكافحه الارهاب، اكو قوات عسكريه، اكو عشائر، اكو مجموعات كبيره. العراق ما يتقارن بافغانستان مطلقا، والولايات المتحده ولا العراق يحتاجون لهذه القوة، لا العراق يحتاجها ولا الامريكان يحتاجون هذه الورطه. بس هاي القوات اللي مثل المقاومه وتسوي نفسها مقاومه، هذه ضغوط ايرانيه على سفاره القنصليه في اربيل، على السفاره الامريكيه في بغداد. هذه مو قوات، هذه مؤسسات دوليه دبلوماسيه ليست معسكرات. حتى المعسكر مال في الانبار هو كله جيش عراقي موجود. وبالتالي يعني الوجود الامريكي في العراق هو وجود تكنولوجي اكثر من هو بشري، وهذا ما يحتاج، يعني هم ما يحتاجون قوات بشريه للسيطره على العراق. هم عندهم قدراتهم التكنولوجيه الكافيه للسيطره على العراق. اثنين، العراق ما تحيط بروسيا ولا الصين ولا يعني بس ايران، وبالتالي هم شو يسوون بالوجود هذا؟ هناك كان عندهم تاثيرات معينه وحاجات معينه. هم موجودين بالاردن، موجودين في الكويت، موجودين في السعوديه، موجودين في خبر كقوات هائله ضخمه. بالعراق عندهم السفاره الامريكيه كافي بالنسبه لهم، يقدرون عندهم اجهزه، عندهم تكنولوجيا تستطيع ان تؤثر وتستطيع ان تعرف كل صغيره وكبيره وكل شارده ووارده. وبالتالي هم لا يريدون ان يدخلوا في معركه. بعدين عندهم القوات الجويه، قواتهم الجويه تستطيع ان تصل اي مكان في لحظات. وبالتالي هذا التضخيم للوجود الامريكي في العراق هو تضخيم دعائي تدعي به قوى معينه من اجل يعني اثبات وجود، ومن اجل انه تظهر نفسها بانه مقاومه. وانا اعتقد وقت المقاومه قد تاخر، يعني المقاومه ب 2003 قاموا تقاوم، ما بقى شيء، واكو مطالب شعبيه واكو رغبات بتغيير نظام سياسي، فالمقاومه متاخره جدا. فلذلك اعتقد انه هذه قضايا دعائيه اكثر مما هي قضايا حقيقيه او امنيه. والولايات المتحده تفضل الخروج اعتقد بنظري الشخصي من العراق، لانهم شو يسوون بوجود 2500 جندي في بغداد او في اي في الانبار او في هذه قوات لا يحتاجوها هم. يعني وبعدين العراق الان معتمد على امريكا، يعني العقيده العسكريه تغيرت عن 2003. بعد ما اكو دبابه سوفيتيه ولا طياره سوفيتيه ولا الجيش العراقي عقيدته، فهناك اصبحت تحول بالعقيده يحتاج امريكا. ما تقدر شلون منين تجيب قطع غيار؟ منين تجيب اجهزه الاف 16 اذا مو امريكا تساندك وتعطيك؟ هذه قضيه يعني نرجع احنا الى ما قبل التاريخ اذا اريد نستغني عن الولايات المتحده في المرحله القادمه.